هممنا في الارض ونضع اليد اليمنى الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وقلنا انك انت تتجه بكل صدرك وكل قلبك وكل وجهك جهة القبلة، مستشعرا مستحضرا ان الله ينصب وجهه الى وجهك، وتقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. انت دلوقتي واقف في الصلاة، ايدك اليمين كفك اليمنى على كفك اليسرى على صدرك، عينيك محل السجود، قلت دعاء الاستفتاح وشرحناه المرة اللي فاتت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج، او اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ثم تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا قال: ورتل القران ترتيلا. ورتل القران ترتيلا مش بس من المصحف، ورتل القران ترتيلا، وانما ورتل القران ترتيلا في الصلاه. دي الايه دي نزلت اصلا في الصلاه: يا ايها المزمل قم فانذر، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، ورتل القران ترتيلا في الصلاه. يبقى ترتيل القران في الصلاه. الناس اللي بتقرا بقى: عبد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اجعل عبدك الناس نزل مسك، ده ترتيل ده يا ابني؟ انت جديد؟ اهلا بيك. وبعدين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الترتيل، القرآن لا يقرأ إلا هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، المصريين بيتكلموا من مناخيرهم، عايزك تتكلم من بقك، يعني عايز عندك وانت بتقرأ القرآن مهارة في تحريك الفكين، مهارة في تحريك الشفتين، مهارة في تحريك اللسان. ودي محتاجة معلم يعلمك، يعلمك ازاي تقرأ قرآن، ازاي تتكلم لغة عربية صح بلسانك، من فمك مش من أنفك. وانا قلت الفرق بين الفم، انك تقرأ من الفم وانك بتقرأ من الأنف، ان الفم يتشكل بالشكل اللي انت هتقولها. يعني لما اجي اقول الفتحة غير لما اجي اقول الضمة غير لما اجي اقول الكسرة، شكل الفم هو اللي بيحدد. لكن لو هو الفم شغال اي كلام، الكلام بيطلع من هنا. تاني: اعوذ بالله. قول معايا. طب هقول لك انت ساكت ليه؟ عايز افهم انا، رد علي، ما بتقولش معايا ليه؟ مكسوف ليه؟ قول عشان تشجع اولادك اللي قاعدين حواليك وزوجتك انهم يقولوا هم كمان. قولوا معايا: اعوذ بالله. طب انا هسمعها منك، انا هسكت انا وقول انت، ما يمكن بتقول احسن مني، قول انت. او شفت انت بتقول ايه؟ او انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان والرجيم، هي من الشيطان وبرضه ده عندنا في العربي بقى مش في الفلاحين. عندنا في اللغه العربيه يقولوا لك ان من دي تجر بلد، خليك زي ما انت. اعوذ بالله، احنا بنتكلم من بقك اهو بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش من الشيطان الرجيم. انت ما تقصدش الشيطان، لكن هي بتطلع كده. لو ما كانتش كسره هتبقى ضمه، وخلي بالك انها في الفتحه بتحصل مع كثير من المسلمين. وانت بتصلي المغرب النهارده في المسجد هتلاقي الامام بتاعك بيقول كده، بيقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي مش الرحمن، هي الرحماني، بس عشان ما قالش اي دي اي طلعت او، لان بقه شغال اي حاجه.